منتخب وطني القصه القامه. كنشكركم الحضور في هذا الاحتفال هذا ديال هاد الوليدات هادو اللي استاهلوا التشجيع ديال المغاربه واستاهلوا ان الناس توقف معاهم في المرحله المقبله. تبارك الله كما شاف الجميع الدراري اداوا مقابلات كبيره، كانوا في المستوى في الدوره هذه. الحمد لله العمل ديالنا ما مشاش في الخاوي، حنا مازال تبعنا الخدمه ان شاء الله من القدام. كنتمناو في كاس العالم ان شاء الله اللي غتنظم في دوله الارجنتين نكونوا في المستوى ونحققوا نتائج ايجابيه. كنشكر الناس ديال مدينه سالا اللي استقبلوا الوليدات اليوم. الحمد لله كما قلت لكم يستاهلوا هذا الشيء هذا كامل اللي كيدار عليهم، حيت انا اللي دوزت معهم ثلاثه ديال السنوات وعارف المجهودات اللي داروا هما الدراري هادو باش يكونوا فرحانين اليوم. كما الان الجمهور المغربي كامل عارف المعاناه ديال الدراري ديال القصه القامه. الوليدات كاينين كيجيو عندنا من المغرب كامل، يعني ماشي ساهل انك باش كل اسبوع تعيط لهم باش يجيو عندك والدراري ما كيتلقاو حتى شي دعم حتى شي حاجه وتقول لي يجي عندك كل اسبوع من مدن بعيده، كتجي شويه صعيبه. المهمه علينا حنا كنبقاو الدراري كنحمسوهم كنرجعوا لهم المورال كنحاولوا نفكرهم انهم كيلعبوا على الرايه المغربيه. الحمد لله قدرنا نشكلوا منتخب اللي هو مزيان اللي حقق نتائج كبيره في الثلاث سنوات الاخيره. السنه الماضيه حققنا المركز الخامس في كوبا امريكا اللي كانت في البيرو، وهذه السنه هذه فزنا باللقب ديال الكاس افرو اسيويه، وان شاء الله احنا مقبلين الكاس العالم اللي ان شاء الله نتمنوا نكونوا فيه مزيانين. والوليدات كما كنقول لهم دائما يزيدوا يصبروا وان شاء الله مازال الخير قدام. مسؤولين شافوا كل شيء قدامهم، هاد الوليدات هادو كيستحقوا الدعم، هاد الوليدات هادو كيستحقوا انهم يتشجعوا لانهم كيقوموا بمجهودات كبيره، لانهم فئه جديده وفريق جديد، فريق تنافسي، فريق اللي كيمثل المملكه المغربيه وفي الفئه ديال القصه القامه. كنتمناو تكون التفاته لهم من جميع المسؤولين، لان نعاود نقولها كيستاهلوا ان الناس تعاونهم. شي ايمن ملقب طوفو اعلامي ديال المنتخب الوطني القصه القامه. رغم الصعوبات والاجواء اللي دازت لي صراحه كاين خلف الكواليس ما عرفيناش الناس، اون فوا الحمد لله توجنا نسينا المشاكل. كما كتشوفوا الدراري فرحانين، الشعب المغربي حتى هو فرحان بينا. كنبغيو نشكروا اي واحد بارك لينا، اي واحد بقى واقف معنا من بدايه المباراه من الماتش الاول ديال الاردن حتى الروتورات الماتشات الاخيره اللي توجنا بلقب كوبا افرو اسيويه المغرب 2023 اللي تنظمت في المغرب واللي الحمد لله ما خرجش من البلاد، تنظمت في البلاد وبقات في البلاد. وشكرا لكاع الناس اللي شجعونا. كنبغيو نهديو البطل الاول الملك محمد السادس نصره الله وللشعب المغربي كامل والامهات ديالنا ووالدينا كاملين والشعب المغربي. مرحبا. تعتبر مشاركه الاولى منتخب العراق القصار القامه، اول بطوله لنا شاركوا بهاي البطوله من جيناهم بطوله جيده من التنظيم الاداري والفني، ولعبنا منتخب مصري ولعب المنتخب المغربي ولعب المنتخب الاردني، فرق لها الى سمعتها والى تاريخها في هذه المباراه. والحمد لله وش قدمنا ما لدينا في هذه المباراه حتى نمثل بلدنا احسن تمثيل باي محفل من محافل العالم. والجانب المغربي فريق جيد استحق البطوله بجداره، لاعبين جيدين، مدرب جيد، الاخوان الكادر الاداري بالاتحاد مالتهم ناجحين بعملهم بشغلهم مجتهدين بعملهم، واتمنى ان شاء الله التوفيق لهم العمل الجديد بعد اكثر. والله اي جينا المغرب والله نسينا حتى الغاهل نسينا من الناس المضياف والترحاب والقلوب الطيبه النظيفه والناس المحبوبين يعني بشكل يعني بالشارع بالملعب وين ما كان نزل بيه الناس ترحب بيك وتقدر بيك وكانما اهلك وناسك. رب ان شاء الله يحفظ المغرب والملك محمد اللهم ان شاء الله يحفظهم السادس يخليهم ويخلي خيمه لهم يعني شعبهم وناسهم وطيبتهم الله ان شاء الله يوفقهم. السلام عليكم، معكم أسامة الصغير لاعب منتخب المغرب لكرة القدم القصة القامة والنطق الرسمي. فبتوفيق من الله الحمد لله
اليوم من المملكه المغربيه اللي هي الرائده ديال كره القدم لكاس القامه افريقيا الشرق الاوسط، توجت بالنسخه الاولى ديال كاس الافرو اسيويه بالمنتخب المغربي كره القدم لكاس القامه. فالحمد لله المجهودات اللي كانت منذ ابتداء من سنه 2017 اليوم كنشاهدوا وكنعيشوا الحمد لله هذه الفرحه العارمه وهذا التتويج الكبير. هذا التتويج هذا اللي غادي يبقى شاهد عليه التاريخ في المملكه المغربيه، لانه اول نسخه من كاس الافرو اسيويه. المملكه المغربيه سرطت العديد من الدعوات العديد من المنتخبات، كاين اللي حضرات كاين اللي استحصى عليها الامر انها تحضر. فالحمد لله اللي ربي قدرنا اننا نشرف المغرب في بلادنا، وان شاء الله ربي غادي يقدرنا اننا نشرف المغرب في كل المحافل الدوليه. وهذه هي الرساله النبيله ديال فئه قياس القامه، المنتخب المغربي كره القدم قياس القامه هنا في المغرب. شكرا للمسؤولين اللي كيثقوا فينا، كيثقوا في هذه الفئه. شكرا للمسؤولين اللي ما كيثقوش وما كيحضروش لينا. هذا الاهداء هذا يعني الرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، امير مولاي الحسن والاسره العلويه كامله. فالحمد لله المنتخب المغربي كره القدم لكاس القامه عازم كل العزم انه غادي يرفع الرايه في كل المحافل الدوليه اينما حل الله وارتاح لنا. فهذه الرساله الكبيره ديالنا. باقي غادي نقولوا كلمه ديالنا في الاستحقاقات المقبله ان شاء الله. الاولى ديالنا هي انا غادي نشارك في كاس العالم رسميا شهر 11 في الارجنتين، وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.